رابطه الانديه تحدد 5 اكتوبر موعدا مبدئيا، يبقى مش 2 اكتوبر، 5 اكتوبر موعدا مبدئيا لسحب قرعه الدوري الجديد. ده كلام كويس، اعتمد المكتب التنفيذي للرابطه انطلاق مسابقه الدوري الجديد. خلاص يبقى يوم 25 اكتوبر سوف ينطلق الدوري الجديد، اعتمد المكتب التنفيذي للرابطه هذا الموعد. اللواء ثروت سويلم المتحدث الرسمي وعضو رابطه الانديه قال نهايه الدوري، يا نهار ابيض نهايه الدوري القادم في اكتوبر 2022 ونناقش عودة الجماهير. زي ما قلت لحضرتك دايما، هي دي المشكلة، ان نهاية الدوري اللي جاي احنا هنبتدي في اكتوبر، هيقعد لغاية اكتوبر 2022 نفس القصة ونفس السنة الاستثنائية ونفس كل حاجة. ما هي الا مسميات جديدة. لكن اديكم شايفين اهو، مش انا اللي بقول، اللي هو ثروت سويلم المتحدث الرسمي للرابطه وعضو الرابطه بيقول ان الدوري نهايه الدوري القادم 2022. طبعا الله يكون في عونهم، بسبب الارتباطات الكتيره جدا جدا للمنتخب وكاس العالم وتصفيات كاس عالم وكاس امم افريقيا وحاجات كتيره جدا جدا. فالدوري اللي جاي يا جماعه، انا ابشر حضراتكم بان السنه اللي مش اللي جايه، السنه اللي جايه استثنائيه، خلاص عرفت. السنة اللي بعديها كمان هتبقى سنة استثنائية، كلمة اللي دايماً بتتقال، سنة استثنائية، بقالنا 5 سنين أو 4 سنين في سنوات استثنائية ما بتتغيرش. تخيل حضرتك دوري هيقعد 12 شهر، طب التعاقدات بتعملها مع اللعيبة إزاي؟ أنا كنادي أعمل تعاقداتي مع اللعيبة إزاي؟ بنهاية الدوري ولا بنهاية الموسم؟ الله يكون في عون الجميع الحقيقه. السنه اللي جايه واللي بعدها كده عرفنا ان السنه اللي جايه واللي بعدها هي سنوات استثنائيه. قال اللواء ثروت سويلم، ودي باراجراف مهم او قطعه مهمه جدا، قال ان عامر حسين معتكف منذ 4 ايام لوضع تصور لمسابقه الدوري حتى نتجنب التاجيلات وضغوط المباريات، ومن المقرر ان تنتهي مسابقه الدوري في اكتوبر 2022، ولو لعبنا 7 جولات قبل يناير سنكون أبطال، والقرعة لن تكون موجهة، ولو شعرت أن الرابطة لن يكون لها دور لن أكمل فيها. ده كان كلام اللي هو ثروت سويلم. يعني إذن برضو حضراتكم لازم تبقوا عارفين أن من شهر 10 أو من بداية 10 أو من بداية الدوري يوم 25/10 لغاية بداية كأس الأمم الأفريقية هنلعب 7 مباريات أو 6 مباريات.